أعزائي المشاهدين، فكل مكان برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الثلاثة المواتر 10 أكتوبر 10/10/2023. أنا بقى بتاخد خطوة دقيقة جدا في يومك ده ومهمة عشان توسع بيها دايرة أفكارك اللي بتشارك فيها، وهينطبق ده بشكل خاص جدا على كل الأشخاص اللي عندك اللي بيشاركوا في كتير من الفوائد الاقتصادية، حتى لو كنت بتشتغل في الزراعة أو بتربي حيوانات أو حتى بتزرع خضروات أو حتى فاكهة. كل ده هيبقى بشكل عام كويس جدا ومناسب جدا ليك، علشان هيبقى عندك علاقات تجارية حلوة جدا وخارجية مش بس داخلية، هتكفيك وهتبقى مرتبطين اكتر مع شركة صغيرة او متجر بيبقى بتموله بالبضاعة في الفترة اللي جاية. هيديلك ده كله دفع اكتر للانشطة اللي بتعتبر تجارية وصناعية، حتى بتبقى انت عندك قدرة كافية من كل الامور اللي بتهمك وبتشغلك. ممكن لبعض المشاكل المنزلية انها تعيقك شوية وتخليك تفكر بشكل عصبي وتبقى غاضب، لكن لازم تتحكم اكتر في كل المشاعر اللي عندك اللي بتبقى ما بين ايديك بالكامل. حتى لو كان في ازعاج يعتبر مزعج بالنسبة ليك، هتبتدي تدور عن الحلول اكتر عشان ترضي نفسك. هيبقى عندك النهاردة يوم قوي جدا ليك، عشان يبقى بمثابة القدر اللي بيلعب على الشغل وانك تتطور من خلال. هيدور كل الشباب النهاردة عن مكان مناسب لأفكارهم الجديدة اللي ابتدوا يحصلوا عليها الفترة اللي جاية، في اتفاق حلو جدا، في اعتراف بالقدرات واضح، في معرفة مهارات جديدة هتبقوا بتمتلكوها بجد في الفترة دي. بالنسبة لحركة الكواكب وتأثيرها، هنبقى بنركز اكتر على الاتجاه الغير موادي لينا في حياتنا للأسف، لما تبقى بتتعلق الموضوع بالماديات، علشان نحصل على تأخير في نظام شغلنا هيؤدي لاضطراب والقلق واضح جدا هيبقى بيسيطر على الحياة. هنتواصل اكتر مع مشاكل في اليوم ده من غير حركة، هنقضي معظم اليوم في العزلة ونتأمل اكتر اننا نقوم بحاجات ممتعة في يومنا ده هتبقى احيانا مش مناسبة لينا، عشان نحل بيها قضايا هتبقى بتسبب لينا علاقات شخصية اكتر. كل العلاقات العائلية والحب افضل مما يمكن بالنسبة لينا، هنتكيف اكتر مع اجراءات هتبقى بالنسبة لينا في الايام اللي جاية والبعيدة، هنبقى مستعدين ليها اكتر. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.